سنة 1994 جيت على المسرح وغنيت وشفتكم بخير والحمد لله. 1999 عدت وشفتكم بألف خير إن شاء الله دائما بيجي وغني لكم. وبيضل شعب تونس شعب يسمع وشعب بيقدر الفن والفنانين. بشكر حضور الجميع بحيي جميع اللي عم يشوفونا على شاشات التلفزيون وان شاء الله يا رب دائما بيجي بشوفكم وبغني لكم بهالبلد الطيبه. اهلا فيك بحيي جميع حبايبي في تونس يلعب بيشوفونا على الفضائيه التونسيه. قديش عمرك بتشيل تونس تو؟ بقالي من 96 ما جيت؟ 96 كان اخر مشوار. تتابع اكيد في اخبار تونس على طريق الفضائيات العربيه او الفضائيه التونسيه، شو وصلك؟ طبعا طبعا تونس بلد بالنسبه لي كثير مهم من زمان يعني شو هلا. يعني انا اول مره جيت تونس سنه 79 ودائما على اتصال يعني في جمهور تونسي بيروح وبيجي. تعرف مهرجان قرطاج جيدا، غنيت فوق المسرح هذا في سنوات فارطه وهذه عوده اخرى، كيفاش تراها الاطلاله الاخرى على مهرجان قرطاج الدولي؟ ستي غنيت انا في ال 94 مهرجان قرطاج؟ نعم. احنا في 99 جاي اغني مره ثانيه. بظني انا محطه حلوه في حياه الفنان انه يغني في مهرجان قرطاج. محطه حلوه كثير. شو حضرت لنا من برنامج بتغني ان شاء الله في السهريه نهار السبت؟ باذن الله حغني الالبوم الجديد يلي هو طبيب جراح، وبعدين علاقتي مع الجمهور حتكون حسب طلباتهم ورغباتهم، بس البروجرام الاساسي هو الالبوم الجديد يلي هو طبيب جراح. الى جانب قرطاج عندكش حفلات اخرى في تونس او نكتفي بقرطاج؟ عندي اليوم في سوسه ان شاء الله، يوم الجمعة ويوم الأحد في المستير والسبت في المهرجان إن شاء الله. جورج وسوف، الجمهور التونسي يتابع فيك بالقداء، تعرف أنه عندك قيمة كبيرة لدى الجمهور التونسي، من الفنانين القلائل بصراحة اللي أثبتوا جدارتهم بتربحهم على عرش الأغنية العربية، هذا أكيد. شو ممكن تقول للجمهور العربي كله يتابع فيك على الفضائية التونسية والجمهور التونسي بالخصوص يتابع فيك عبر هذا البرنامج؟ يا سيدي أنا قلتها من زمان وبرجع بقولها، أنه الجمهور التونسي من أهم ما شعب يسمع عربي، يسمع بصح وبيقدر الفنان. والفنان اللي يغلط يا ويلي هون. هاي هذا شيء بيشرف. شو تنتظر حضور جماهيري في سهرتك؟ يعني ديما فنانين اكيد باش يحس شنو الجمهور باش يحضر. نقول يا رب تكون حلوه ان شاء الله. ان شاء الله تكون حلوه. بتمنى هيك. بعتقد محبته لإلي واثق منها ان شاء الله. على كل مرحبا بيك، هذا لقاء اول في انتظار ان نردفها بلقاءات مطوله اكثر. شكرا حبيب القلب، شكرا. إذا حسب دخولك أكيد ذكرت كارتاج وأيامات كارتاج. طبعا طبعا ذكرت أيام حلوة في ال 94. تعرف إنه الجمهور التونسي جاء انطلاقا من الساعة 7 في انتظارك، شو تحس هكا؟ يا سيدي هذا شيء بقدره كثير أنا طبعا، وشيء بفرحني شيء بفرحني وشيء بخليني يرجع لي الثقة بنفسي إنه الحمد لله لسه عندي جمهور حلو قوي في تونس. شو الفرق بين السهرة الأولى اللي عملتها في قرطاج سنوات التالي والسهرة هذه اللي مازال ما دخلنا لهاش تو مازال الخمسة دقايق؟ لسه ما عرفتش. ها؟ هلا لما تخلص بعرف. ما بعرفش الفرق، لسه ما شفت ال شو حضرت برنامج الليلة؟ قلت لك قبل حضرت محضر ألبوم جديد ومن الأغاني القديمة إن شاء الله. باهي انا اكيد نعرف فما تركيز كبير وفما احساس كبير حبيب. مع الجمهور خليك مع كاميرا الفضائيه تونس 7 نور الليل، قول لهم حاجه. حبيبي بحيي جميع، بحيي كل اللي عم يشوفونا من القناه الفضائيه التونسيه، بقول لهم انه شعب تونس هو شعب حبيبي، ومن جهه ثانيه اهم شعب عربي يسمع في العالم العربي. تقول كومبلي اليوم ولا معبي ولا؟ قالوا لي الحمد لله. قالوا لي الحمد لله.